هدف هنا وهدف هنا. شوف اللقطة، يا سلام يا سلام يا سلام، اللي لسه نازل اللاعب شيبو يعقوب بيسجل الهدف الثاني لصالح فريق بتروجيت. الكابتن طلعت يوسف كانت اللقطة كده خدتها. شوف أمامنا وفي العادة كرة تطول طويلة، ويا سلام على طبق من ذهب بيديها له المدافع بخطأ فاضح وبالراس شيبو يعقوب، هدف ثاني. لا 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 لا، خطأ فاضح من اللاعب رقم 2 محمد البعلي بيديها للاعب اللي لسه نازل لسه أول ثواني.